في فلسطين أعاد حصار وباء كورونا الآباء إلى زمن طفولتهم وانشغال أبنائهم بألعاب كانوا يمارسونها وهم صغار مثل صنع الطائرات الورقية وغيرها. فقد استغل الآباء فرصة تعطل أعمالهم وبقائهم في المنازل فترات طويلة للعب مع أبنائهم الذين كانوا منكبين على الألعاب الإلكترونية والبلاي ستيشن ويقضون ساعات طويلة أمام شاشات الهواتف الذكية. نتابع. هكذا بدت سماء رام الله في زمن كورونا كما لم تبدو من قبل، مزدحمة بالطائرات الورقية. أما الأرض فكانت ملأى بفرح الآباء والأبناء، فهذا هو رونق الألعاب الشعبية القديمة التي أعاد حصار وباء كورونا الحياة لها. إلى هذه الساحة حضر رائد وطفله بعد أن صنعا طائرتهما الورقية ليعود الأب بالذاكرة إلى سنوات طفولته، لكن هذه المرة بصحبة طفله. تعلمناها واحنا اولاد صغار وعلمناها لاولادنا، وهذا الوقت اللي سمح لنا نعاود نرجع ونلعب مع اولادنا فيها. والله رجعتنا لورا حركه 20-25 سنه لورا، محل الطوارئ والاجواء وكله الشغل هي اللي عملت معنا هيك. الطفل عمرو حضر ايضا مع والده، يقول إن شعوره وهو ممسك بخيط الطائرة يشدها وتشده مختلف تماما. لقد شكل وجود الآباء في المنازل فرصة لإشغال وقت أطفالهم بألعاب مختلفة غير التي فرضتها عليهم مرحلة التكنولوجيا والهواتف الذكية. أنا أول شيء كنت أشوف الطبق طاير، حبيت أعمل طبق زحكين بدأ طير أنا وصحابي. شعور حلو لما أكون طير وهيك ماسك إشي بعيد وتكيل. في جو الكورونا جو اسمه ما في طلعة ما في نزلة، في خوف على الأطفال الصغار، بنحاول نعمل لهم اطباق بطيروا من حوش داره من سطوح داره، سبب ما بخليه يطلع من الدار. مشهد الآباء والأبناء معا أصبح فريدا في ظل إيقاع الحياة السريعة، ولربما هذا وجه آخر لحصار فيروس كورونا الناس في بيوتهم. أطفال الأمس آباء اليوم، وحصار الأمس ليس كحصار اليوم. لقد تبدلت الأدوات من دبابة تحاصر مدينة إلى وباء يحاصر الناس في منازلهم، فعاد الآباء إلى طفولتهم وعاد الأبناء إلى ذاكرة آبائهم الملأة بالألعاب الشعبية القديمة التي أعيدت لها الحياة في زمن كورونا. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله. يعني الكثير من الإيجابيات في هذا الموضوع. أولا يعني يقضون وقت ممتع في رمضان وفي زمن كورونا. ثانيا الأبناء يعني يتواصلون مع أبائهم أكثر من الأيام العادية. ثالثا يعني يلعبون ألعاب لا تضر لا بالقدرات العقلية كما البلاي ستيشن أو ألعاب الفيديو، ويتذكرون ما كان أبائهم يلعبونه فيما قبل السابق. حتى يعني الورق واللعب، يعني كنا سابقا نلعب حتى بالحجارة وكانت اللعبة ممتعة. صحيح. اليوم الأطفال كلهم أصبحوا مركزين مع التليفونات مع الألعاب الفيديو، وهذا شيء يعني الكل الخبراء والمختصين يحذرون منه. مش مرة من زمان يعني أنا لحقت على البلاي ستيشن ترى الأشياء دي. لا أكيد لما كنت ما لعبت بالحجر أنا. بس ما لعبت بالحجر، بس هذا وقت كورونا لي نستذكر كل هذه الألعاب التي لا تأخذ منا بقدر ما تعطينا أكثر. أكيد أكيد فاتحة.